حبيبي. يا نعم ربنا ما كنتش مره زعلت حد عامل مش هنا مش هنا لو كنت في مره ابوي ما ظلمني حد. يا نعم ربنا ماكنتش مره زعلت حد عامل مش هنا لو جيت في مره ظلمني حد. لا كلام بينفع ولا الندم اصبح يشفي. انزم حدودك لو قصاص مصر الصعيد. لا كلام بينفع ولا الندم اصبح يفي. اتزم حدودك لو قصاص مصر الصعيد. الف شكر عالظروف والايام خلتنا شوف يوم ما افتح دفاتر مش هخلي ابو بلال حد خاطر. واللي عنده حساب يا ابو رداد يجيبه يوم ما هفتح الدفاتر مش هخلي ابو رداد حد خاطر. واللي عنده حساب يجيبه اللي وقت الشدة سد يبقى يقعد ويحاسبني. حقي عندي مش حسين. الايام بتروح وتيجي واللي عايز يا ابو جلال بكره يجي مش هيلاقي غير مفيش. الناس يا عمايله فيا عدني وفجاه وفجاه والجميل الواحد بالله يقول لا اله الا الله ولا حول ولا قوه. سيدنا النبي يرفع ايده معانا عشان خاطر ابو جلال. طب خصيمك سيدنا النبي اللي يرفع ايده معانا الشوسة اوعى انا ابو مصطفى. والصعبة من مكان يعني كل مرتب عرابي 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 بحي كل العبايد الفرد بحي هو حبيبه صلاح والحاج صابر يعني كل ربنا يجيب الغايب بالسلامة ابو رداد. حاضر يا بهاء منور الدنيا بهاء. قطعت في عرض الصحراء
في عينيك عن ذاتي وجيت ألف مليون سلامة حبايب العمر دلوقتي عشان خاطر كل كلمة سعيدة وكل المضيعة وكل الحبايب أبو عداي اصحى لجلال عبد الحفيظ باشا جلال باشا جلال واحد بس روح روح رسول الله ابو حمداد يرفع ايده وسمعني السافر اللي حب النبي عم نبر ابو النيل اللي حب النبي سعد معانا عم النجراشي روح 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 اسعى شيلك